كانت اللي وردتني ومن الناس حاضرة غادية، معناتها من جماهير حاضرة غادية، كما تصورش انه باش يكذبوا علي. هي صارت مناوشة اي من بحذا الباب نتاع البارك اللي خارج على التراجي ستور، وقتها خارجين بن حميد ورائد الفايدة، فما بعض الأحباء يمكن ثلاثة ولا أربعة من الناس معهم محمد علي بن رمضان، تاع جماهير على العصابة، جماهير متغشة، جماهير كانت عاقدة آمال كبيرة على الأقل أنه الترجي الرياضي بعد الخيبة بين قوسين الإفريقية تحصل على الكأس. دونك صار تاتيش كلام، ربما بعض الألفاظ، تعرف نحن توانسة تبارك الله، معناتها حتى كي ربما ننقدوا ونحبوا نوصلوا فكرة، طريقة نتاع توصيل الفكرة نتاعنا كيفاش تكون، ربما يوصل حتى سلبان لهم، الملاعبية ما تقبلوش الشيء هذا، صار رد فعل، لكن في صفيصة الحقيقة تم تطويق الحكاية، ما وصلتش الحقيقة للشيء اللي سمعناه أنه عركة وأنه معناتها ضرب ومضروب. ثم هذا الجزء الاول، الجزء الثاني تنقلوا بن حميده ورائد الفادع وين مقر الرابطه بحذا انا سافاري، غاديكا كانت فما مناوشه اخرى مع معناتها اولاد يقراوا في الكوليج، كي شافوهم تعرفوا عليهم كيف صارت المناوشه، هبط رائد الفادع يحكي مع المجموعه هذه، بوه ما تطورتش كيف انه صار ضرب ومضروب الحقيقه بمعنى الضرب والمضروب، معناتها بعد الكلام هكا صار انكروشاج ديزون بين اللاعب والكل ولدي، وفي صافيسا تم الحقيقه مع تطويق الحكايه. شو راهو العادي انه الجمهور باش يتغشش، عادي انه الجمهور باش يغضب على اللاعبيه، خاصه تتالي النتائج السلبيه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، وخلينا نقولوا معناتها العام من حيث النتائج نجم نعتبروه عام كارثي في انتظار بقيه البطوله. الترجي الرياضي عدد الهزائم في الفتره الاخيره الحقيقه ما يليقش بالفريق هذايا، وهذا شيء ما نجموش نخفيه الحقيقه اليوم على الترجي الرياضي التونسي. الجماهير كانت تنتظر في رده فعل في النهايه، لكن الحقيقه مردود الترجي كان بعيد كل البعد، لكن مش انه اليوم نحكيه على ضرب صار، تقول لي انت المسؤولين ما جاوش، المسؤولين اكيد اليوم حصه 11 تاع الصباح ومش متعودين، مش نبداو واضحين من المسؤولين كل حصه يبداو موجودين، معناتها على الاقل يكون نائب الرئيس او رئيس الفرع او حتى الرئيس علاش ليه، ويحكي حتى مع بعض الجماهير، لانه معين حكى مع بعض الجماهير اللي كانت موجوده حتى اثناء الحصه، سمعهم وحكى معاهم، وهذه حاجه عاديه ما كانش عدد كبير برشا.